السلام عليكم. نشرة الأخبار نبدأها بالعناوين. استشهاد 4 جنود وجرح 3 آخرين جراء عدوان إسرائيلي على محيط دمشق. في وديان العجرمية وحوران والملصي والحسينيات غرب الأنبار الحشد الشعبي العراقي يواصل عملية الإرادة الصلبة. والدفاع الروسي تقول تدمير شحنة ضخمة من الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا. استشهد 4 جنود وجرح 3 آخرون ووقعت بعض الخسائر المادية جراء عدوان إسرائيلي جوي على بعض النقاط في محيط دمشق. وذكر مصدر عسكري أن العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه طبرية مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق. وأضاف المصدر أن وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها. شنت قسد حملة مداهمات اختطفت خلالها عددا من الأشخاص بينهم أفراد أسرة كاملة، وذلك بعدما طوقت 6 سيارات عسكرية تابعة للميليشيا قرية اليمامة شمال غرب مدينة الرقة. وفي قرية حزيمة شمال الرقة أشارت المصادر إلى أن الميليشيا خطفت 3 أشخاص. إلى ذلك لفتت مصادر من مدينة الطبقة بالريف الغربي إلى أن ما يسمى لجنة التربية والتعليم التابعة للميليشيا منعت عددا من المعلمين الذين خرجوا بمظاهرات ضدها من ممارسة عملهم في مدارس المدينة. نظم أهالي الحسكة وقفة احتجاجية في ساحة الرئيس تنديدا بالحصار الذي تفرضه ميليشيا قسد على مدينتي الحسكة والقامشلي ورفضا للاحتلالين الأمريكي والتركي. اليوم اجتمعت أبناء جماهير الحسكة في هذه الساعة لتعبر عن جرحها العميق للحصار الذي وضع على الحسكة والقامشلي للتجويع للتعطيش لقطع المازوت والكهرباء وكل شيء. أقول لهم نحن صابرون لا للتجويع ولا للاحتلال التركي وأذياله ولا الاحتلال الأمريكي وأذياله. في مشان المدارس مشان الجامعات مشان تفتح مشان الخبز أيضا. ونرجو فك الحصار عن المخابز ويرجع كل شيء على وضعه. وقفة تضامنية مع أهلنا في الحسكة والقامشلي من أجل رفع هذا الحصار الظالم. لا محروقات لا خبز لا حول ولا قوة، العالم ميت من الجوع بس عم بتقاوم. أغلقوا الجامعات التي هي مشاعل النور، أغلقوها إلى أين؟ إلى الجهل، إلى ثقافة الجهل. نتمنى أن يسمعوا ويرجعوا إلى صوابهم. مي ما في، عم نعبي تعباية وما في حصار بالمرة، لا كهرباء ولا مي، عندي أطفال 4 بدي أعيشهم ما عندي. نحن بكل مكونات الأطياف الشعب في هذه المحافظة نقول لهم لا للحصار على مدينتي القامشلي والحسكة، ونقول لهم لا لسياسة التجويع. حاصرين نقول لا خبز لا مي، انقطعت عنا المي، انقطع عنا الطحين، كل شيء ما يعني الفرن ما عاد يعني نجيب طحين ولا شيء ما قعد. تواصلت عمليات التسوية في ريفي حلب والرقة ومدينة دير الزور وسط استمرار الإقبال من الراغبين بالانضمام إليها من المدنيين والعسكريين. أنا فرار من الجيش وجيت عمل التسوية، جينا الشباب استقبلونا خوش استقبال وإجراءات خفيفة. احنا ابناء هذا الوطن، نبعنا على هذا المنهج ونموت على هذا المنهج. جينا الشباب هون عملنا تسوية من منحة السيد الرئيس، وأنصح كل واحد يجي يسوي تسوية. المعاملة الشباب ما في معاملة جيدة كويسة، ما في أي شيء. حتى لما دخلت وأني داخل ما حد قال لي وين الطريق، الحواجز الأمنية من الأول للآخر. أنا فرار من الجيش، جينا عملنا تسوية عند الشباب، معاملة كويسة، ويعني أنصح كل واحد فرار يرجع للجيش. بحث اجتماع في وزارة الزراعة تعزيز إجراءات الإنذار المبكر والاعتماد على منصة الحرائق في تحديد الأماكن الأكثر حساسية لحدوث الحرائق، وجاء ذلك بحضور رؤساء دوائر الحراج ورؤساء شعب الحماية. كما ناقش الاجتماع الإجراءات الواجب اتخاذها لتلافي حدوث الحرائق وإدارتها في حال حدوثها. قمنا في هذا اليوم بدعوة كل رؤساء دوائر الحراج في المحافظات والمدراء المركزيين، ناقشنا من خلال هذه الخطة
وطلعنا على رؤيتهم لتنفيذها بحيث أن يتم تنفيذ هذه الخطة بأعلى كفاءة ممكنة، وخاصة أن خطة الحرائق هي خطة متكاملة مع أسادة المحافظين والمجتمع المحلي. وقمنا خلال الفترة السابقة إضافة لوضع خطة العمل بتشكيل لجان محلية على مستوى كل قرية يشارك فيها أبناء المجتمع المحلي. تم استعراض جملة من الإجراءات اللي تم إضافتها للإجراءات القديمة اللي كانت تتخذ بعد عام 2020 من إدراج منصة الحرائق، وهي المنصة بتعطينا تنبؤات عن حصول الحرائق وبتعطينا فكرة عن المناطق الأكثر حساسية واللحظات الأكثر خطورة لاندلاع الحرائق. جهزنا 15 إطفائي وزعناها على كامل المساحة الجغرافية لمنطقة الغاب، بشرنا في قش الطرق الزراعي لتسهيلا الوصول آليات الإطفاء والآليات الهندسية لمواقع الحريق، جهزنا مناوبين وعناصر حراسي والمغافر الحراجي ووزعناها بشكل متجانس. لحد الآن عندنا 11 حريق حراجي وتقريبا 95 حريق زراعي. طبعا وزارة الزراعة مكلفة بإخماد هذه الحرائق. على الصعيد المحافظات تم رفض المحافظات بالاعتمادات لتعيين العمال الموسميين ولصيانة الآليات وإبقاءها على جاهزية تامة. نقوم بتجهيز كافة الآليات وكافة المستلزمات للتحضير لهذا الموسم حماية الثروة الحراجية في مدينة حمص بالتعاون مع كافة الأجهزة المرتبطة وتشكيل كافة اللجان في المحافظة، حيث تم وضع نقاط مراقبة بالإضافة إلى لجان مشتركة على مستوى المحافظة في كل قرية. انطلقت أعمال الدورة السادسة للمجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال بحضور الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي وعدد من أعضاء القيادة المركزية، وذلك لمناقشة المشاكل الاقتصادية والمعيشية مع قيادات الأفرع والنقابات. ما يحصل اليوم في أوكرانيا أكيد سوف يؤثر، سأل بعض الرفاق أنه يؤثر على الوضع في سوريا، أكيد ليس على الوضع في سوريا فحسب، بل يؤثر على الوضع العالمي، على الوضع الدولي، شاهدتم الآن. لذلك اليوم المشكلة في سوريا صارت مشكلة مركبة. نحن لدينا حرب 10 سنوات مورس عليها ما مورس، يأتي أيضا الغلاء العالمي ليزيد هذا الموضوع، الغلاء العالمي الذي يحصل في كل الاتجاهات نتيجة هذه الحرب. موضوع الكهرباء بده أهم شيء حوامل الطاقة. يعني مثلا بجيب لكم مثال، أنا عندي هلأ حاليا بين 1000 و1500 ميجا من أصل 10 محطات كهرباء جاهزين للإنتاج، بدهم غاز والغاز ما أنه متوفر بين إيدي. كان عندنا الغاز عطول دوما ومرارا، بقول لكم إياها، كان عندنا شيء 14 مليون بالأول ما إجي بال17 يمكن 14 مليون باليوم. هلا حاليا ما متوفر بين إدارة 8 أو 9 ملايين متر مكعب غاز. تم تشكيل إدارة المؤسسة الإنتاجية العمالية وحصر الأرباح عن عام 2021 وتوزيع حسب النظام الداخلي للمؤسسة. تم المصادقة على حوالي 30 مشروع استثماري لمعظم الاتحادات والنقابات في المحافظات. نتابع عمل تطوير مؤسسات الرعاية الصحية وإقامة مؤسسات رعاية صحية في المحافظات عمالية، طبعا في المحافظات التي لم تقم بها. نتابع تأهيل مستوصف عدرا العمالي لتخديم القاطنين في هذه المدينة. أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي انطلاق اليوم الخامس من عملية الإرادة الصلبة غرب محافظة الأنبار للقضاء على بقايا داعش في وديان العجرمية وحوران والملصي والحسينيات. وبحسب جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، حققت المرحلة الثانية من العملية أهدافها عقب تنفيذ 3 عمليات إنزال جوي في عمق صحراء الأنبار. استشهد شاب فلسطيني من بلدة برقين وأصيب 3 آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني مدينة جنين ومخيمها. المنطق الإجرامي للكيان لم يجعل جنين في شهر رمضان بعيدة عن سياق تعرضها لهجمات المستوطنين وجنود الاحتلال الذين جددوا الاعتداءات لتصيب قوات العدو شاباً فلسطينياً و3 آخرين.
الاعتداءات بدأت باقتحامات قوات الكيان المرفقة بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام على الفلسطينيين. الاقتحامات طالت بلدات عدة وداهمت بيوتها، مع منع عدد من المعلمين والطلبة في بلدة مسافر يطا جنوب المدينة من الوصول إلى مدرسة جنبة، وتجريف مساحات واسعة من أراضي البلدة بهدف إفراغها من الوجود الفلسطيني تمهيداً لتهديدها. الكيان ينتهك الحقوق الأساسية بما في ذلك حق تقرير المصير للفلسطينيين، كما يعتبر السبب الرئيسي لانعدام الأمن الدائم في المنطقة عبر خرقه لقواعد ومبادئ الحقوق الدولية وحقوق الإنسان والقيام بالممارسات الجنونية. في الوقت الذي فيه المتشدقون بحقوق الإنسان الغربيون وبدعمهم السياسي والعسكري للكيان بأشكاله كافة ودون أي قيود، تأتي فعاليات القدس لدعم الحقوق المشروعة والمغتصبة للشعب الفلسطيني وللتأكيد على الاستعداد للمواجهة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مستودعات ضخمة من الأسلحة والذخيرة الأجنبية على أرض معمل الألومنيوم في زابورجي جنوب أوكرانيا، وذلك بصواريخ كاليبر. اللواء إيغور كوناشينكوف أضاف أن طيران الجيش استهدف 59 منشأة عسكرية خلال الليلة الماضية، بينما أدت ضربات القوات الجوية الفضائية لمقتل أكثر من 120 من عناصر الوحدات القومية المتطرفة وتدمير 35 قطعة من المدرعات، إضافة إلى منظومة بيوك M1 للدفاع الجوي. صواريخ عالية الدقة من طراز كاليبر أطلقت من البحر دمرت حظائر الطائرات في أرض مصنع زابوروجي للألمنيوم. احتوت على دفعة كبيرة من الأسلحة والذخائر الأجنبية التي قدمتها الولايات المتحدة ودول أوروبية. كذلك أسقطت الدفاعات الجوية 18 طائرة مسيرة أوكرانية وصاروخا تكتيكيا من طراز توشكاو. القوات الصاروخية المدفعية أنجزت 573 مهمة إطلاق نار في أوكرانيا خلال الليل. قالت وكالة بلومبرغ إن مخزونات الأسلحة الأمريكية ستنفد في غضون بضعة أشهر إذا استمر البيت الأبيض بإرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا. ونقلت الوكالة عن النائبة السابقة لوزير الدفاع الأمريكي إيلين لورد قولها إن ما يجري تهديد كبير لأمن بلادها. مع كل طلقة أو قطعة سلاح تستهلك أو تدمر في الأراضي الأوكرانية يتم استبدالها بأخرى في مخازن الشركات الأمريكية والغربية، شحنات لا تتوقف عن الوصول إلى كييف، ويشكل ذلك قفزة مهمة لمصانع السلاح الغربية كما يقول تحقيق سيندي تايم. ولكن لكل كمية نفاد، فإلى متى سيستمر نبع الأسلحة بالفيضان؟ أسلحة غربية تصل إلى أوكرانيا، وكل دولة يتوقف حجم دعمها العسكري حسب مصلحتها. بريطانيا تعهدت بتقديم ما قيمته نحو 600 مليون دولار، أما فرنسا تعهدت بقيمة 108 ملايين دولار، وألمانيا بقيمة 200 مليون دولار، ولكن أمريكا كان من حصتها التقديم الأضخم. آخر دفعة مساعدات عسكرية أمريكية قدرت ب 800 مليون دولار. فإذا استمر البيت الأبيض في إرسال المساعدات إلى أوكرانيا، فإن مخزونات الأسلحة الأمريكية ستنفد في غضون بضعة أشهر بحسب وكالة بلومبرغ. هذا تهديد كبير لأمننا، هذه الجملة التي أدلت بها النائبة السابقة لوزير الدفاع الأمريكي إيلين لورد، وفي حديث للمشرعين الأمريكيين قالت إن الولايات المتحدة سلمت لسلطات كييف ما يقارب من ربع مخزونها من أنظمة الدفاع الجوي المحمولة من طراز ستينجر. ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، أمريكا وضعت حوالي ثلث مخزوناتها من الأسلحة في حالة تأهب، في حين لم يتم التوقيع على عقود حول تجديد هذه المخزونات. قوافل الأسلحة الأمريكية التي تدخل أوكرانيا هي هدف مشروع، وهو ما تواصل موسكو وضمن السياق اليومي لعمليتها الكشف عنه. مستودعات ضخمة يتم تدميرها، ويبقى السؤال إلى متى تستطيع مستودعات الغرب أن تقدم السلاح
بهذه الوفرة. أعلنت شركة غازبروم الروسية عن وقف إمدادات الغاز إلى شركات بلغارية وبولندية بسبب توقف دفع المستحقات بالروبل، وذلك عملا بالمرسوم الرئاسي الروسي. كذلك شدد الكرملين على أن مدفوعات الغاز من قبل وارسو وصوفيا بالشكل المناسب ستكون أساسا لاستمرار الإمدادات. بعد امتناعهما عن سداد الديون، غازبروم الروسية توقف إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا. بعد إعلان موسكو عن تحويل مدفوعات الغاز بالنسبة للدول غير الصديقة إلى الروبل كرد على فرض الدول الغربية عقوبات على روسيا، والذي طال التحفظ على جزء من احتياطات روسيا الدولية، أوقفت شركة غازبروم الروسية إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى بلغاريا وبولندا بسبب عدم قيام الدولتين بسداد ثمن الإمدادات بالروبل الروسي. الشركة الروسية أخطرت الشركتين بتعليق إمدادات الغاز اعتباراً من 27 من نيسان الجاري حتى يتم السداد وفقاً للإجراء المنصوص عليه في المرسوم الرئاسي الروسي، كما حذرت شركة غازبروم بلغاريا وبولندا بصفتيهما دولتي عبور من سرقة الغاز الروسي الذي يمر عبر أرضيهما إلى دول أخرى. دول أوروبية أخرى قامت بسداد ثمن الغاز الطبيعي الروسي المورد إليها بناء على الآلية التي طرحتها موسكو، ومن هذه الدول النمسا وهنغاريا، بعد أن أكد وزير الخارجية الهنغاري أن إمدادات الغاز الروسي إلى هنغاريا عبر بلغاريا تتم بشكل طبيعي على الرغم من توقف الإمدادات إلى بلغاريا. المستشار النمساوي أعلن أن النمسا قبلت شروط الدفع مقابل الغاز الروسي بالروبل، وكذلك فعلت الحكومة الألمانية بناء على مرسوم الرئيس الروسي في 31 من آذار الماضي، والذي يحدد نظاما جديدا لدفع ثمن إمدادات الغاز الروسي من قبل المشترين من الدول غير الصديقة لروسيا. يتوجب على الشركات الأوروبية من الدول غير الصديقة فتح حسابين في غازبروم بنك الأول باليورو والثاني بالعملة الروسية الروبل، وستقوم الشركات الأوروبية بتحويل ثمن الغاز الروسي باليورو، فيما سيقوم غازبروم بنك بتحويل أموال اليورو في بورصة موسكو إلى الروبل الروسي ومن ثم إرسالها إلى شركة غازبروم. ويعني ذلك أن الشركات الأوروبية عملياً ستسدد ثمن الغاز الروسي باليورو لكن إلى حساب جديد. صرح المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وان من أن بلاده تحتج على تصريح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن واشنطن ستزود تايوان بكل ما تحتاجه للدفاع ضد أي عدوان محتمل. ندين تصريح وزير الخارجية بلينكين ونحتج عليه، وأريد أن أشير إلى أن كل الإدارات الأمريكية كانت تعلن بوضوح منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية مع الصين عن تمسكها بمبدأ الصين الواحدة. نأمل بأن تراعي الولايات المتحدة هذا المبدأ وتوقف أعمالها الخطيرة والاستفزازية في مضيق تايوان. انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق رشق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعدد من حبات الطماطم، ما استدعى تدخل حراسه الشخصيين. هذا ووقع الحادث خلال تجوله في الممرات المزدحمة بسوق في محافظة فالدواز. تذكير بالعناوين. استشهاد 4 جنود وجرح 3 آخرين جراء عدوان إسرائيلي على محيط دمشق. في وديان العجرمية وحوران والملصي والحسينيات غرب الأنبار، الحشد الشعبي العراقي يواصل عملية الإرادة الصلبة. والدفاع روسيا تقول تدمير شحنة ضخمة من الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا. إلى اللقاء.